إذا بقول لك شو اللي إذا بتبي نعهم اليوم بيعني تبعهم في الصبح يعني مو ماشي لا 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 مو ماشي أنا مو ماشي يقول إحنا ما تبنى عريض بننتهي بس ما تبنى عريض خلنا ننتهي على سلام إيه وما نمشي قلنا الجماعة نبي نطلب منكم بنروح ما تبنى عريض وننهي هنا وكل شيء كل شيء سامت جماعة ترجع بسلام وجماعة ترجع بسلام ما تبنى عريض خلاص الحين يعني ثلاث أرباع المسافة قضيناها الله أكبر اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد يلا يلا نمشي له منين نروح الله أكبر هل هم احنا قدام ده